السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبكم معنا في التوتوريال الثالث في السيري تعلم اللغة ال HTML. فالتوتوريال ان شاء الله كما قلنا في الدرس الثاني غادي يعني نتعلموا يعني كيفاش نتعاملوا مع النصوص في اللونجاج. دونك اول حاجة نكرو يعني بروجي خاوي. دونك انا شي شفنا في التوتوريال الاول سموه هنا يعني تروازيام توتوريال يعني تيرميني ديال تيتن. قلنا يعني الحاجة اللي كنحطها في الباش كتحط في الباضي. يعني دابا حنا البسيطة اللي عملنا دابا هي الباضي في التوتوريال ديالنا. دونك الباضي وغادي نديرو يعني نصور دي يعني البروجي ديالنا بخاوي نعطوه سمية تيتوريال 3. يعني الصيغة كما قلنا يا إما نشو اللونغ ونستيو ال HTML هو مباشرة فاش كنديرو يعني حفظ المشروع مباشرة هو كيعطيه الصيغة بوان HTML، أو لا حنا ممكن نكتبو في تكست عادي ومن بعد نديرو بوان ونعطيو لو تيب ديالو اللي هو بوان HTML. يعني نفس الشيء دونك نديرو يعني نصوص باراغراف مثلا يعني this is first this is first نسموها باراغراف. دونك سلاش بي دونك هادي باراغراف الاولى. نديرو واحد نص اخر عادي نسموه I love الله. ندير حفظ عندي اكزيكوت يا اما في جوجل كروم ولا على حسب يعني حنا موضوع صفحة البرمجة. مثلا نديرو عفوا ندير الاكسبلورر يعني بحال يعني اي متصفح مش يعني ها التايتل يعني ها محتوى لنا. دونك نبشر بال يعني ما اتفقنا عليه. دونك مثلا هذا النص يعني بغينا تكتب يعني على الشكل ديال يعني يكونش يعني يكون غليظ يعني يكون يعني كما كنسمى بولد. ديو بي سلاش بي على هذا الشكل ديو السوق غادي عفوا نديرو كروم اللي هو خفيف شوية. كما كتشوفوا معايا يعني تكتبت على يعني ولا الخط يعني يعني ولا غليظ. دونك كاينه واحد كاينين يعني يعني اوتخ كود يعني بحال يعني شبيه بالبولد كتسمى سترونغ. كتسمى سترونغ على الشكل هذا يعني سلاش سترونغ يعني نفس الخاصية ديالو كما كتشوفوا. يعني حنا نكتبو يعني اوتر فخاز يعني تكون كبيرة عفوا سلاش. ندير واحد السطر جديد بي ار يعني نيو لاين نجر السطر. نديرو نسمو هادي مسلم and I love الله and his prophet محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا هو النص اللي عندنا ما كتشوفوا. يعني مثلا هذا النص يعني بغينا نكتبو يعني كاينين دي زوج كود اللي هما يعني اوتوماتيك يعني ما فيهمش ما كتحكموا بالحجم ديالهم ولا كتسموا هما بالهيدرز كتكتبوا على الشكل كتكتبوا على مثلا اش اش 1 كما كتشوف كاين اش 1 يعني من اش اش 1 حتى لاش اش 6 يعني هما مرتبين يعني من لوغ يعني اش 1 كبر من اش 2 وكبر من اش 3 وكبر من اش 4 اش 5 واش 6. مثلا الحجم الكبير بزاف هو الاش 1 مثلا. هاد النص هذا يعني نديروه ب اش 1 يعني اش 1
تعمل ديره بسلاش اش اه سوق غادي هي ما كتشوف معاه يهدرنا تاني ينطخ يعني نفسه نديرو باش دو ندير واحد بي ار واحد الغوتو على لين اش دو الفان ديال اش دو افريش انكتب بان يعني تكتبت يعني بواحد حجم اقل كذلك يعني اش 3 ولا اش 4 على حسب يعني قد ما كان يعني نزيدو والا الحجم كيكون يعني صغر دونك اش 3 كما كتشوفوا يعني كذا مرتبين دونك هادو اللي عندنا كاينين الاخرين اللي هما يعني بحال يعني ندير واحد يعني بحال ندير واحد الاشاره في نص معين مثلا يعني بحال نفس النص اللي كتبنا ندير يعني بحال باراجراف بي يعني بلا ما نحتاج احنا نضغطو على حنا باراجراف سلاش بي يعني هذا نص عادي نمسحو كلشي نخلو فقط هذا يعني باراجراف وحده في الباج دونك هي الباراجراف اللي عندنا اي مسلم اند اي لوف الله اند هيز اند هيز بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم دونك كما قلنا يعني ممكن ندرجو الكود يعني اللي بغينا مثلا مثلا يعني نفس الكود اللي قلنا يعني مثلا بي يا اما نديرو هنا بولد مثلا نديرو يعني بغينا نكتب هاد لوف تكون يعني هي غليظه فقط بوحده في النص هذا يعني الكود اللي بغيناه كنطبقوا عليه يعني الكود يعني يعني النص اللي بغيناه كنطبقوا عليه الكود كنحصروا بين داك الكود دونك يعني كما شفنا الا بعد كتبت بشكل بولد او لا يعني سترونغ نفس الشيء يعني هكذا سترونغ يعني نفس يعني بولد يعني ليها نفس يعني بحال بحال بولد بحال سترونغ بحال بولد كاين تاني واحد الكود كيتسمى بالام يعني فاش كنكتبو ندير واحد الاشاره في النص ديالنا يعني داك النص كيكون يعني كيكون مكتوب بواحد بهذا الشكل هذا مثلا فاش بنكتبو مثلا ماي نيم از نو نور الدين يعني مثلا ماي نيم نكتبو يعني مثلا داكشي ديال ام نحصلو من كود ام على الشكل هذا ناشتي كتكون من نيم كتكون شويه يعني كتشبه الايطاليك ولكن كتكون كنستعملها فاش فاش كنبغي ندير يعني اشاره لشي نص معين مثلا مهم او لا يعني بحال هكا مثلا عندنا حاجه اخرى اللي هو مثلا فاش يعني فاش كنعنا بزاف ديال لي يعني لي باراغراف مثلا دي باراغراف 1 مثلا دي باراغراف 2 مثلا باراغراف 3 الى اخره عفوا ارجع باراغراف 3 باراغراف 4 دونك عندنا لي باراغراف يعني بغينا نفرقو مثلا عندنا واحد الباج عامره مثلا يعني مثلا بحال هادو يعني بغينا نفرقو من واحد الخط يعني نقسمو بخط في الشاشه دونك الكود اللي كنستعملو يعني باش يعني نديرو خط كتسمى بالاش اي يعني الشكل هذا او اللي كتسمى الاورلاين كذلك كتسمى الاورلاين يعني ممكن هذا الخط حنا نتحكمو بيه يعني نعطو لها يعني اللون او نعطو الحجم اللي بغيناه يعني لما بغينا نكتبو نعطيو مثلا الكولور كنكتبو قدامه يعني الكولور كنديرو تساوي كنديرو بين هاد جوج بين جوج ديال التنصيصتين هادو هنا كنعطيو الكولور يعني بالانجليزية عادي وكان اوتخ يعني بالهيكس ديال السيمبل كنا عشان تعرفوا لي في التوتوريال الجاي ان شاء الله دونك مثلا نعطيو الاحمر ريد يعني الى جينا انا نلقاو باللون الاحمر يعني بغينا نزيدو من الحجم ديالو يعني يكون عريض بزاف كنديرو السايز كديرو تساوي كديرو ندوز لي كوتس يعني هنا كنعطيو الحجم اللي بغينا مثلا نعطيو 6 يعني هو ونعطيو 8 10 على حسب يعني على حسب حنا يعني ما بغينا 14 يعني يكون بزاف يعني عريض بزاف دونك هاد يعني هادي
هي المعلومة أخرى، معلومة أخرى يعني آخر معلومة ما تحكي على لي هي لي زوكومونت، يعني لي كومونت يعني كتسمى ملاحظات. دونك هاد لي كومونت هادو كيتكتبو فقط في السورس كود ديال الباج، السورس كود اللي يعني هذا اللي كنكتبو حنا كتسمى، يعني أي حاجة كنكتبوها كتسمى بالسورس كود. دونك الكومونت اللي كنكتبو في السورس كود ما كيبانش لنا في لي باج، يعني الفائدة ديال الكومونت يعني أنه كيسهل لينا نفهمو هاد السورس كود. مثلا نعطي اكزومبل، مثلا فاش كتكتب شي نص معين، شي نص معين مثلا بي مثلا او لا كتعطي ما اتش ريف مثلا، مثلا ديال كتشرح لي مثلا شي كود، مثلا الباراغراف مثلا تكتب فيها اللي بغيتي هنايا التكست مثلا. دونك مثلا قدامها او لا قبل منها دير ان كومونت، او لا غادي تحدد يعني البلاصه مثلا، تحدد يا اما من فين مثلا كتشرح لي بان هذه البلاصه فاش خدامين، خاصه مثلا بلي ستيل او لا خاصه ب يعني بليماج او لا خاصه بزاد سانس او لا، على حسب انت كتفرق السورس كود ديالك. دونك باش نكتبوا الكومونتير كنديروا الرمز هذا، كنديروا علامه التحجب، كنديروا جوج ناقص ناقص، وكنكتبوا الكوموند ديالنا هنايا، يعني الكوموند ديالنا كوموند اس سي، يعني فاش كنسدوها كنديرو ناقص ناقص وكنسدوها على هذا الشكل هذا. دونك هنا فاش كنديرو الكوموند ديالنا كلكم نكتبو مثلا يعني تاريخ مثلا معين، مثلا بحال اليوم 24 06 مثلا السوش تنشأ مثلا 24 ولا مضيف في 24 2014 مثلا، يعني فاش كدير ليه السوق هاذيا كنجيستري كنقول يعني لكم فقط هو عبارة عن يعني الكومنتير. يعني ممكن مثلا يعني الناس اللي كيخدموا مثلا في يعني الاعلانات مثلا كيدرجوا هذا النص هذا، يعني مثلا من هنا ادسنس مثلا، يعني او اللي كتسمى بالادس يعني بالنسبه للناس اللي كي يعني يخدموا بهم، يعني هذا الشكل ادس يعني وكيعطي سميتو مثلا ادس، وكيعطي الاي تي مثلا ديالو يعني سميتو مثلا اسمها مثلا ادس واحد، يعني تجي حتى اللفه حدد لنا مثلا فان ديال الادس مثلا، يعني كيخبر يعني بالنسبه لش يعني الشخص مثلا اللي مثلا صيفط لي هذا السورس كود يعني محتاجه مثلا قال صيفطوا لي، يعني فوا كيعطي هذا الكود كيعطي السورس ديال الباج ديالو، يعني كيفهم يعني كيشرح لي كل حاجه شنو كتعني. ممكن قدام هنا تشرح لي يعني هذا الكود شنو كيعني، فوق منه تكتب الكوموند ديالك هنايا، تكتب الكوموند ديالك يعني الكوموند ديالك هنايا، او شرح لي يعني الباراغراف هادي او الكود اللي درتي. احنا فقط كتسي احنا يعني مازال ما دخلناش مع يعني اللغه يعني بالجديه، ولكن فقط يعني كنظره عامه، يعني اشياء نتعرفوا عليه ان شاء الله، وغادي نخدموا بلي كومونتير بعد ان شاء الله، لانه هما لان اي بروجي او لا اي سورس كود بدون كومونتير ف يعني كيتعتبر يعني بحال يعني سورس كود يعني ضعيف او لا شويه ناقص بزاف. علاش؟ حيت يعني مثلا صوبتي واحد الباج يعني باج كبيره فيها بزاف ديال الفونكسيون، فيها بزاف ديال لي زيكود، يعني ودرتي به الباج ديالك لينفرض مثلا بعد عام او عامين داك يعني خدمت بداك الموقع ديالك وعندك فيه مشكل، مثلا في البلاصه ديال الاعلانات كيخرج لك شي تيكست حداها، ولا مثلا كتزاد لك شي حاجه في وسط الباج ديالك، يعني يعني كتسبب الازعاج للزوار ديالك. يعني انت فاش كتبغي تجي تموديفي داك السورس كود وبغيتي تقلب فين كاين ليغور، يعني هنا غادي تلقى الاشكاليه، غادي تلقى فقط كاع الباج مكتوبه بالسورس كود، ما غاديش تلقى فيها يعني لي كومونتير. هنا غادي تلقى صعوبه باش انك تلقى فين كاين الكود، فين كاين ليغور. اما ملي كتحط لي كومونتير فانت مباشره كتمشي لداك الكومونتير، يعني البلاصه الخاصه بالادسنس ولا الخاصه بالايماج ولا الخاصه بالتكست عاديين، ولا على حسب كتعرف فين جا المشكل. كتعرف ان المشكل مثلا من الحجم ديال الصور كتمشي لبلاصه الصور، من الحجم ديال الادسنس كتمشي الحجم ديال الادسنس، من الخط من اللون الى اخره، انت يعني كتحدد يعني فين عندك المشكل. دونك هادشي اللي عندنا في التوتوريال هذا، يعني دابا قلنا هضرنا على التكست ياك، وهضرنا على يعني التقسيمه ديال يعني الباج اللي كتسمى بالهورلاين، هضرنا على الاي ام يعني فاش يعني النص يعني اشاره، هضرنا على سترونغ يعني بحال بولد، يعني بي
كاين يعني كاين كاين واحد واحد كود اخر في الرفقات، يعني حنا ما بغيتش نستعملوا يعني هاد لي زيكود كاملين. دونك يعني حنا علاش مزحنا خلناش سي اس اس اللي هي كتمكننا باش اننا نتعاملوا مع هاد يعني لي زيكود هادو، الخط، الحجم، الكول، الكولور الى اخره، يعني الفراغات الى اخره. فقط حنا كل شيء يعني كندخلوه في الباضي، لان فقط حنا في البدايه ديال في البدايه ديال التعلم ديال هذا اللغه. دونك كاين مثلا ديال التوسيط مثلا ديال النص، يعني مثلا واحد النص غنديرو في الوسط، كتكتب عن السنتر تاعنا التكست، التكست اس سي مثلا، التكست اس يعني غادي تمشي يعني غادي تحط لينا في وسط الصفحه مثلا السنتر، يعني كما قلت يعني اي نص، يعني ممكن ناخذ الباراجراف الاولى، يعني مثلا الباراجراف الاولى هذه يعني السنتر يعني سلاش سنتر سيف اكتياليزي، يعني وغادي ياخذ وسط الصفحه. دوك عشان تعرفوا ان شاء الله يعني فاش نحطوا النص يعني في اليمين وفي اليسار، يعني الباج نردو على شكل عربيه او ناخذو بشكل انجليزي، دونك هادشي غادي نتعرفوا عليه في التوتر الجاي ان شاء الله. كان معكم خوكم نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تزورونا على الصفحه المدونه ديالنا ريتش اون دوت بلوك سبوت دوت كوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.